الناخب المغربي بدو الزكي الا مشى لاوروب باش يجيب لنا لعابه محترفين، هذا غادي تكون اضافه مزيانه للمنتخب الوطني، لان غايجيب لنا لاعبين متمرسين بالخبره ديالهم مع الانديه العالميه واللي واجهوا نجوم عالميين في كره القدم. احنا ما بغينا لا اوروبيين لا اجانب لا والو، احنا بغينا غير المغاربه ديالنا يلعبوا في المنتخب باش كيطلع النيفو حتى ديال البطوله الوطنيه ويبعدوا عنا المفسدين. يعني الا كانوا ديك الكفاءات اللي في اوروبا يعني كيفوق الكفاءات اللي عندنا في المغرب، انا ما فيها حتى شي مشكل، ولكن المشكل اللي كاين انه في الاونه الاخيره يعني كنشوفوا بان اوروبا يعني كاين اللاعبين اوروبا كيكون واحد التحايل، ما كتكونش واحد الوطنيه من جانب ديال اللاعبين اللي كيجيو من اوروبا، لذلك كنشوف انه من الافضل انه يشوف الطاقات والكفاءات اللي كاينه في المغرب. حنا النفس عندنا على بلادنا، علاش ما يديروش هنا مراكز تكوين وبداو يجيبوا اللعابه ديالنا حنا ويديروا نفس ويلعبوا، بداو يجيبوهم من المحليين، علاش نبقاو حنا نقلبوا عليهم من الاوروب؟ حيت يكونوا فهمتينا ديجا بريباري بلا ما يلعبوا هنايا، حيت كيف ما كتشوف هنايا اللعابه راه ما كاينين والو. اللعابه ديال زعما ديال المغرب النيفو طايح، يعني ماشي شي نيفو اللي غادي يقدروا يمثلوا به المنتخب الوطني، يعني احسن يجيب ديال برا. الاشكال اللي كيبان لي انا هو واش دوك اللعابه اللي كيمارسوا في البطولات الاوروبيه سون كابابل باش يلعبوا في لا كوب دافريك، واش قادرين يلعبوا في غانا في بوتسوانا؟ يعني الظروف الجويه كتكون شويه قاصحه. هذا هو السؤال والتساؤل اللي زكي كنتمنى يطرحوا على نفسه، حقاش راه بغينا لعابه ديال بصح، ما بغيناش اللي غيمشيو يسخفوا لينا في المغرب.